بتجيبي صابونه وليفه وادعكي فيهم بيطلعوا يض وضوي. طب من جوا كيف تعمليهم من جوا؟ هلا خلصنا مرحله الصابونه، بضل عندنا مرحله التنظيف الداخلي. هلا هذا الفارغ لازم ينقلب، بدنا نقلبه قلب. بدنا نقلب طبعا. هلا هذا بده ينمسك على الحنفيه. أيوة. بس بعد اذنك تفضل. بس نقدم شوي مشان الكاميرا. ايوه شايفين حنفيه المي، على حنفيه المي تكون المي شغاله، والمي شغاله تنزل المي جواته، وبعدين هو بيقلب لوحده. هدول نضاف ما هم وسخين يعني، مش ما شاء الله. طيب هلا في عنا رز. طيب عندي لحمه مفرومه. انت حاطه كيلو لحمه تقريبا الرز. هلا شوفي كميه اللحمه قد ما بدك انت حطي. عظيم. ايوه هسا عاد البهارات. عندنا اللي هو الشيء الاساسي اللي هو الملح. طبعا شوف العيار، انا بحب الشيف اللي بحط العيار بالنظر. بهارات مشكله او بهارات السبعه اللي احنا بنحكي لها. حلو. هلا البهارات لهم حريه الاختيار، في ناس ما بتحب بهارات معينه ممكن تغيرها. جوزة الطيب، ما هي بدها تعطيها نكهه. عندي البهارات الأساسية اللي هو الهيل. الهيل الهيل معك. هذا لازم، ولازم تكتري منه. طبعا من دون مبالغة يعني. إيش هو منه؟ فلفل أسود طبعا حاضر. الفلفل الأسود طبعا هذا لابد منه طبعا. والله يعني ست البيت بدها تقعد يوم كامل بطبخة الفوارغ. طبعا الزيت، زيت نباتي. زيت نباتي مش زيتون؟ لا زيت نباتي. نباتي لازم نباتي. والحمص حاضر كمان. والحمص حاضر. وحمص هلا هذه الخلطة في ناس بضيفوا بصل مفروم. في ناس بحطوا بقدونس. في ناس ما بيحطوا لحمه من اساسها يا شيف. بقول لك هي لحمه فما في داعي. فهي ايوه. تعرف اني انا بحياتي كلها اكلتهم مره واحده. زاكين الفوارغ؟ لا وحبيتهم مش بطال يعني صراحه، لقيت شيء زاكي. ركزوا لي هسه على الحشوه. هلا شوفي كيف بتحشي الست وده الفوارغ لحاله بيقلب. بس كيف بنحشي؟ حتى الحمص خليكي معي. بس في طريقه بيستعملوا المحفره الكوسه كمان، بس هي طريقه شكلها احسن. هذه لا انا هذه بستعملها، وممكن يعني مش شيء غلط. لا ما في غلط. هلا بصير يقلب بصير ايوه بصير تقلب معاكي. شايفه ما بتسكر. اذا ما في مي بدها تسكر معاكي. شايفه يعني وبصير اعمل فيها هيك. لا شيء حلو. تحبي حدا يساعدك ست هدى بالمطبخ؟ لا لا طبعا. لا طبعا اعوذ بالله. لا حدا يفوت. حدا مثلا حدا ولا حدا ولا حدا يساعدني ولا حدا ولا حدا ولا حدا. ممنوع حدا يفوت عندي على المطبخ. بدي اشتغل خلص بشتغل لحالي. ما احلى. وحدا يفوت عندي على المطبخ بتوتر وبتقاتل انا وياه. الله يعطيك الصحة يا رب. شايفه؟ هلا على طول الفارغ ممكن تقصري منه للي هذا. بيطلع معي يعني. هي الفكره وصلت ست هدى كيف طريقه حشي الفوارغ 100%. طيب هلا احنا نعتبر حالنا حشيناهم. اول شيء بدنا نحط البندوره. هاي بقعها ضروري. هلا بنصفطها. بدنا نصفطها. احنا هون انا جايبه اول شيء للسنات. للسنات لازم ينغلوا. لازم بمعنى افورها واكب المي اذا كان للسنات ولا الفوارغ. ايوه ما بروح احط ما بحط الفارغ شف هلا هيك واروح احطه بالفخاره او اروح اطبخه. لازم تفوريه في مي، حتى الكرشات حتى للسنات بتفوريهم، كبي ميتهم وعبي مي جديده. ايوه وبعدين جميل. حطي بصله، حطي هيل، حطي المطيبات اللي انت بدك اياها، بس ضروري تفوريهم على النار. والله ست هدى مبدعه. لانه اذا ما فورتيها الزفرة او الرغوة هذه حتطلع على الدوالي وحتطلع على الكوسة. مش حلو منظرها. طبعا مش حلو منظرها. لا لا منظر ولا طعام. حطينا للسنات، بعدين بنروح بنحط الكوسة بنصفطهم. محضرة محاشي كوسة وحاشي ورق. وبنصفطهم. الكوسة والدوالي طبعا معروفة كابتن. معروف كيف. ايوه احنا امبارح فطرنا كوسة ورق يا شيف. هسا بيه زاكي احكي لنا قديش بدها وقت
هلا على حجم حسب حجم الفخاره. حلو. هلا هذا الفخاره انا عندي فرن عربي كبير اخذت تقريبا ساعه ونص او ساعتين الا ربع كانت جاهزه. كانت جاهزه. حلو. احنا شغلنا الفحمه وحط حطيناها حسب نسويها. هذه مش حتاخذ ساعتين لانها صغيره. لا لا انها صغيره يعني. وبنصفط هدول هيك. فكره جميله جدا. هلا في نقطه مهمه بالنسبه للفوارغ. ما بحط الفوارغ تحت. الفوارغ ما بتتحمل يا شيف على الوجه. على الوجه. حلو. ما بتتحمل زي الدوالي. الدوالي مثلا بقعد ساعتين ساعتين ونص. بتاخذ اكثر كمان. أيوة. ساعتين مرات. فانت لما بتحط الفوارغ تستوي على الاخر على الوجه زي هون. بتخليها على الوجه. طب شو رايك ان خلينا ندخن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام. ما شاء الله. أيوة. ما شاء الله. أيوة الروايح. تبارك الله. وبنفحمها. نقلب الفخارة. هاي الفخارة بتزبط القدرة؟ بتزبط طبعا. اوب اوب اوب. لا 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 ما شاء الله. ما شاء الله. بسم الله. ما شاء الله. بسم الله. لا هذه أكلة يعني صراحة إشي مرتب. بدنا لسانات منطق منظفة. كمان بدنا كيلو فوارغ محشية. 1 كيلو يعني. بدنا كمان دوالي وكوسة.